في إطار الحوار المجتمعي حول وثيقة ملكية الدولة، عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ثالث ورش العمل في إطار حوار الخبراء لمناقشة وثيقة سياسية ملكية الدولة، يعني بشكل ازاي ملكية الدولة، وأيضا المناقشة من الجانب التشريعي والقانوني بقطاعي الزراعة والتصنيع الغذائي. مزيد بقى من التفاصيل عن الورشة، ايه اللي بيحصل وايه الموضوع وحق الدولة والملكية وازاي التعامل. خلينا ناخد هذه المداخلة مزيد من التفصيل والمعلومات. اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك والساده المشاهدين يا فندم. اهلا بحضرتك. احنا عايزين نعرف الورش دي ايه اللي ممكن تقدمه وايه اللي ممكن تفيد بيه. والله فندم، يعني الدوله خلال الفتره الماضيه عكفت على انها تعمل وثيقه لملكيه الدوله، الهدف منها توسيع مشاركه القطاع الخاص، وخصوصا بعد الظروف الاستثنائيه اللي مرت بها الدوله المصريه من 2011 حتى الان. الحقيقة الدولة يعني كانت مجبرة ان تدخل في بعض الأنشطة الاقتصادية في ظل الظروف الاستثنائية اللي مرت بيها، لان كان الجو غير مناسب لدخول القطاع الخاص في هذه الاستثمارات في الوقت ده، فكان لزاما على الدولة الدخول في هذه الأنشطة حتى توفر السلع والخدمات للمواطنين. الحقيقة بعد الاستقرار اللي حققته الدولة المصرية مؤخرا، ونتيجه برضو ان في بعض المنظمات الدوليه رفضت ان في تدخل للدوله في الاقتصاد بصوره قد تؤثر على الوضع الاقتصادي في ظل الاسواق الحره اللي موجوده في كل دول العالم دلوقتي، فالدوله رأت ان هي تعمل وثيقه. هذه الوثيقه سبقنا العديد من الدول في اعدادها، وبالتالي كان لزاما على مصر ان هي تبدا تحط وثيقه. الوثيقه دي تكون بهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص وجذب مستثمرين سواء محليين أو خارجيين للعمل في تنمية الاقتصاد الوطني وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة. تمام. طيب. من هنا جت الفكرة، اتعملت يعني الوثيقة بصورة مبدئية، تم طرحها للنقاش مبدئيا على الخبراء والمعنيين، وان شاء الله يعني خلال الفتره الوثيقه القادمه برضه تطرح للمشاركه للراي العام من اجل جمع اكبر قدر من الاراء، بحيث ان احنا نوصل لصياغه سليمه قابله للتطبيق لهذه الوثيقه ان شاء الله. وانا سعيده لانه هذه الورش بتخلق نوع من انواع الحوار، يعني حتى يعني بيبقى فيها مثلا لو في جوانب محتاج مزيد من الدعم، مزيد من المعلومات، بتبقى فرصه انه يبقى في كلام يعني اكتر وفي معلومات اوضح. يعني ده فندم، ويمكن حوارنا النهارده كان منصب على الزراعه بصفه عامه والتصنيع الزراعي، وكان اجتماعنا النهارده يعني انا كرئيس لجنه الزراعه في مجلس النواب، وكان معانا المهندس سلام الجبلي رئيس لجنه الزراعه في مجلس الشيوخ، وبعض الساده النواب من اللجنتين المعنيين بهذه الامور. والحقيقه كانت المناقشات مناقشات مستفيضه، ووصلنا لبعض الرؤى ان شاء الله اللي تفيد في ان الوثيقه تخرج في الصوره المناسبه للتطبيق، واللي تفيد الدوله المصريه وتفيد المستثمرين المصريين والاجانب، وفي نفس الوقت تتحقق قدر من الاكتفاء الذاتي خاصه في المحاصيل. أكيد. وفي بعض سلع الامن الغذائي زي اللحوم والدواجن والاسماك وغيرها من السلع. اكيد. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وهذا المجهود اعتقد احنا بحاجه اليه طول الوقت، عشان حتى المحاصيل الزراعيه او اي شيء مصنع او الامن الغذائي بشكل عام. انا بشكرك شكرا جزيلا اللواء هشام الحصري رئيس لجنه الزراعه والري بمجلس النواب.